دكتور، التجربة دي عمرها قد ايه في العالم؟ يعني تجربة الفرق الدمج، احنا عندنا الاولمبياد الخاص في الدمج من التسعينات. احنا في مصر الاولمبياد الخاص شغالين في الدمج. طبعا الاولمبياد الخاص كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر معانا في 2014، حضر معانا ولبى دعوة لاعب، يعني في لاعب طلع في برنامج قال له عايز حضرتك تحضر. يعني برضو الرئيس لما يكون انسان ويهتم بالقطاع ده كل الدولة بتهتم، يعني اكتر اهتمام شفناه الفتره دي. فالرئيس لما حضر وبعد كده راح مكرم نفس الفرقه، بس ما فيش لعيب منهم مكرر، يعني كانت نفس المركز ده حققناه في 2018. الحمد لله كنا ثالث عالم برضو، وخد وسام الرياضه. هو وسام الرياضه ده مش ليهم بس، للمجال كله، الاولياء الامور هم اكتر ناس بتعرف في المنظومه. الامور دول هم الابطال، للمدربين، للمنظمين، للمجال كله. الوسام ده يعتبر وسام للناس كلها، مش وسام لكره القدم بس. يعني عندنا هدى، دي هدى يعني انا مبسوط منها. ليه هدى؟ دار ايتام القدس. ولما تيجي تشارك معانا وتادي في ماتش، يعني هي دلوقتي قاعده ورجلها مكسوره، يعني رجلها ولعبت الماتش كله ورجلها مكسوره دلوقتي زي ما حضرتك شفتها داخله البرنامج. فدي حاجه جميله ان الناس تشارك معانا. روحها قويه، انت روحك قويه صح، جدعه كده، بتتحدي الظروف كلها. فهو فكره الدمج عندنا من اهم لان احنا عندنا الاولمبياد الخاص مش الرياضه بس. لا، عندنا كل ما بيحيط باللاعب، يعني كل ايه الخدمات الثانيه اللي بتتقدم في يعني للاعب او للرياضي؟ للرياضي أسرته. عندنا طبعا عندنا برنامج الاسر، عندنا حاجه اسمها المبادرات. المبادرات بتشمل اكتر من حاجه. عندنا مثلا الاسر، لقاء الاسر. في اسر بتخاف دلوقتي، مثلا عندها بنت مثلا فخايفه ما تتجوزش فتخاف باولادها، كان كتير بيحصل كده. يعني دلوقتي من الرئيس بيعمل لقاءات ويقابل الناس، فبدات الناس تشارك ولادها. كان الاول الناس عندها احجام شويه اللي هو ما يشاركش. دلوقتي عندنا بيشاركوا، فعندنا برنامج الاسر. الاسر احنا بنعمل لهم توعيه، بنجيب لهم دكاتره يقدروا يعملوا لهم توعيه. عندنا برنامج الصحي، بنكشف على كل الناس. يعني حتى نور كانت معانا وكله معانا، في ناس من البعثه دي اولياء امورهم ما يعرفوش ان هم نظرهم ضعيف. وهناك اكتشفنا ان نظرهم ضعيف وخدوا نظاره. اوكي، يعني ده في المسابقه الدوليه بقى. واي مسابقات عندنا لازم يتم كشف صحه على اللعيبه، لان انا عايز احدد اذا كان يقدر يشارك. المنافسه بالنسبه له كره القدم صعبه شويه. يعني بالنسبه للعيبه الاسويه، في اللعيبه الشباب ساعات بتبقى صعب عليهم، فما بالك بالنسبه للبنات، فبتبقى اصعب. فلازم انا احدد، الدكتور يكشف هي تقدر تمارس ولا لا. طب احكي لي على المنافسه، انتوا خدتوا المركز الكام يا توتا؟ الثالث عالم. ثلاث اجوان، جايبه خمس اجوان. جايبه خمس اجوان. انت جايبه خمس اجوان لوحدك؟ يخرب عقلك، ده انت يعني بطل. هو ده جبت كام جون؟ ولا انت مش جول؟ مدافع. مدافع. انت دفاع. طب وايه الاخبار؟ كنت اسد طبعا صح؟ بتمنع كل الاجوان. انت يا نور مركزك ايه في الفريق؟ انا ديفندر برضه، مدافع. دفاع؟ الدفاع دول بيبقى عليهم المسؤوليه الكبيره. ايه اصعب ماتش عليكم كان ايه؟ الماتش بتاع كوستاريكا. اللي هو قبل تحديد المراكز الثالث والرابع، اللي قعدتوا فيه كتير كده تاخدوا بنالتيز ورايح جاي. الف مبروك، انتوا عملتوا حاجه عظيمه، انسانيه في المقام الاول ورياضيه في المقام الثاني، عظيمه. واحنا متاكدين ان احنا هنشوفكم تاني ابطال مرات تانيه كتير.